استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. خلال اللقاء استذكر سموهما التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى بتبني المبادرات التي تعزز قيم التعايش في المجتمع. وفي هذا الصدد أكد سموهما الحرص على تبني المبادرات التي تمثل خريطة عمل لكافة الأجهزة الحكومية لتنفيذ هذه التوجيهات الملكية السامية، ومنها الحرص على أن تتضمن المناهج التعليمية ما يعزز الحوار والتعايش والتفاهم بين الأديان بما يحصن الأجيال ويعزز إيمانهم بالمحبة والسلام، خاصة وأنهم تربوا في مجتمع يرتكز على التعايش والتآخي والتميز عن باقي بها عن عبر التاريخ. خلال بحث سموهما للمستجدات إقليميا ودوليا، فقد تم استعراض النتائج الإيجابية لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى المملكة المتحدة وحضور سموه حفل تخريج طابور عرض القائد البحري لمرشحي ضباط الكلية الملكية البريطانية. في هذا الصدد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهام مثل هذه الزيارات والمشاركات في توثيق عرى التعاون البحريني البريطاني والارتقاء به، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.